يخنة الفاصوليا الحمراء مع لحم الغنم والتفاح الأحمر. رشة ملح خفيفة. ريحة كتير حلوة. الفاصوليا حمراء. طبختنا جاهزة. وجبة غنية كتير بالبروتين والفيتامينات. شكله كتير حلو وطبق كتير صحي. للتفاح أسرار كثيرة ومفيدة لصحة بشرتنا، حيث يعمل التفاح على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والشوائب المختلفة. فمن المعروف بأن هذه الثمرة تدخل في عمل العديد من أقنعة البشرة ومستحضرات التجميل الطبيعية، كما يساعد على ترطيب الجلد، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق وضع عصير التفاح على البشرة مدة لا تقل عن 15 دقيقة. وللتفاح تأثير قوي لمكافحة علامات التقدم في السن والتجاعيد عن طريق فرك البشرة بمبشور التفاح وتركه على البشرة مدة لا تقل عن 10 وحتى 20 دقيقة. كما يعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عن طريق مسج القليل من لبي ثمرة التفاح المبشور مع ملعقة صغيرة من الجليسرين، وترك هذا المزيج على البشرة مدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم غسلها بالماء البارد. والآن حان الوقت لنتعرف على وصفة الشيف المميزة لليوم بمشاركة ثمرة التفاح. يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا بكل البلاد العربية. اليوم وصفتنا كتير مميزة، وبدنا نغير شوي المفهوم التقليدي لثمرة التفاح، انه هي مش بس ثمرة بناكلها كتفاحة عادية او فواكه او بس للحلويات. نحن اليوم رح نعمل يخنة الفاصوليا الحمراء مع لحم الغنم والتفاح الاحمر. شوي هي غريبة، يمكن تستغربوا الفكرة. في كتير بالمطابخ، يعني إذا بدنا نروح على المطبخ المغربي أو بدنا نروح على المطبخ التونسي أو شمال أفريقيا، في كتير بيستعملوا المكوك، يعني مثل الخوخ والفواكه كمان باليخاني وبالطاجين تبعهم. نحن كمان التفاح مع الفاصوليا كمان كتير بيلبق لبعضه، لأنه الفاصوليا هي بروتين. كمان نحن رح ناخذ البروتين من اللحمه وبنحط وبناخذ الفيتامينات من التفاح الاحمر. رح استعمل كمان ريد ديليشز. ريد ديليشز هو بميزه بتشوف عنا خمس زوايا له، موجود على مدار السنه بدوله الامارات العربيه المتحده وبكل دول العربيه. بيجي من واشنطن دغري، وباهم جبال بواشنطن عايش. وبيميز هيدا التفاح انه كل المزارعين هم تقليديين، يعني أبا عن جد خمس أجيال وست أجيال بيزرعوا هالنوع من الأشجار، التفاح ووراثي العمل. كله بينقطف على الإيد، بيتعبى على الإيد وبيتبرد وبيصال لعنهم. هلأ في معلومة شوي صغيرة خاطئة عم تصال، إنه التفاح اللي عم بيجي من برا كله مشمع. أنا بدي أرجع كرر هيدي المعلومة وهيدي الخبرة لكم، إنه الشمع اللي عم بيستعمل على تفاح واشنطن هو شمع عسل طبيعي، شمع نحل، يعني معمول من النحل مشمع مع شوية نشويات من الذرة والبطاطا، وهو صحي جدا، ما في أي مشكلة إنه ناكل التفاحة بقشرة. اليوم المكونات بدنا بصل وثوم، بندورة، تفاح واشنطن، عندنا صلصة الطماطم، عندنا الفاصوليا، وعندنا زيت الزيتون. هي بتتقدم لأنها يخنة، أنا رح أقدمها مع الرز الأبيض. نقع أنا كباية رز بسمتي، الرز الطبيعي لازم ينقع قبل بساعة، وبنفس الوقت سلقته للرز، وهلأ بدي أقليه مع البصل والثوم، يعني تكون عادي. طريقة سلق الرز هي كتير هينة، فيك الإنسان يعملها على ذوقه. أنا حطيت بس ورقتين غار، حطيت عود قرفة، وحطيت كبشة قرنفل، غلية المي، وحطيت رز البسمتي وسلقته، تصار عندي الرز جاهز. فاصوليا حمراء مسلوقة، لحم غنم قطع، فريش طماطم راسين صغار،
بصلة بيضة، ثوم، تفاحتين ريد ديليشس تفاح واشنطن، صلصة الطماطم، زيت زيتون، ورز بسمتي، ملح وبهار. بدي بلش باليخنة هلا لأنه اليخنة بتاخد وقت. رح بلش بتقطيع البصل والطماطم والتفاح الأمريكي، رح قطعهم لمكعبات بكسم اللحمة ونقليهم بالطنجرة. رح نستعمل هيدي الطنجرة، ومن بعد ما تنطبخ اليخنة بنرجع بنقلي الرز بالثوم والبصل وبنسكبه بالصحن. التفاح أنا عم بقطع، قطع البصل لمربعات، بدنا تقريبا هيدي الطبق هو لأكثر من شخص، يعني ممكن يطعمي شخصين أو ثلاث أشخاص. قطعنا نص بصلة مربعات، نص بصلة بدنا نرجع نهرمه ناعم لنقلي فيه الرز. منجيب الثوم، رأسين من الثوم، منقطعهم كمان لمربعات صغيرة. بعد رح زيد راس صغير. منحط زيت زيتون كمية كتير قليلة من الزيت الزيتون. منقلي الثوم والبصل. نحن عم نقلي الثوم والبصل، كمان نرجع نجيب التفاح الأحمر ومنقطع لمربعات. أنا لح أترك القشرة، لح أستعمل قطعنا بهاي الطريقة مربعات كبيرة. موجود أكثر من نوع تفاح من واشنطن. في عنا الجولدن ديليشز. الجولدن ديليشز هي تفاحة اللي معروف ببلادنا بالتفاح الأصفر، هو مقرمش وسكره كتير عالي، كتير غني بالسكر. يفضل استعماله للحلويات أكثر من الأطباق التانية. صار عنا البطاطا، عفوا التفاح مقطع. عم نشوف البصلة تقلت معنا، هلأ منضيف لحم على القطع. نقلي اللحمة مع البصلة والثوم. بس نستعمل لحم ني أو شي لازم نغير الكفوف تبعنا. هلأ بدي استعمل اللحمة عم تتقلى. التفاح منحطه آخر شي لأنه بده أكثر، يعني أقل من 3-4 دقايق ليستوي. يعني التفاح لازم يضل يقرش بالطبخة ما يهلط معنا، ولازم تضل فيه فيتاميناته ونكهته. بقى أنا عملت مقدور تفاحة تقريبا قد قطع اللحمة اللي حطيتها. مثل ما شفنا هلأ تقطعت اللحمة، منرش رشة ملح خفيفة وأكيد رشة بهار. على طريقة الشيف مروان صار عندنا اللحمة هلأ اللي هلأ منحط ملعقة صغيرة من رب البندورة.
نخلطها مع البصلة. منجيب راس من الطماطم ومنقطعه كمان مربعات بنفس الطريقة. هلا صلصة الطماطم اختياري، يعني في نكتر طماطم الفريش ونستغني عن صلصة الطماطم إذا ما بدنا إياها لون أحمر كثير. رح نقطع راسين البندورة هلا مثل ما عم نشوف، قل اللحمة والبندورة والبصل مع صلصة الطماطم، ريحة كتير حلوة. هلأ المطيبات كمان حسب الاختيار، في ناس بتحب تضيف قرفة، ناس بتحب تضيف حبة الهيل أو كبش القرنفل، كمان البهارات اختياري. أنا أكتر شي بحب استعمل بس البهار الأسود الحب والملح الحب. هلأ مثل ما شفناها تقلت، هلأ منزيد تقريبا كوب من المي. لما نحط الكوب من المي منحط الفاصوليا، هي الفاصوليا مسلوقة قبل بالنهار، منضيف الفاصوليا الحمراء. هلا انا طفت الفاصوليا قبل ما تبلش تغلي المي، لانه هي الفاصوليا مسلوقه وما بدي اياها تصير اوفر كوك وتغلط. في ناس بتحب ان المي تغلي مع اليخنه قبل ما تضيف الفاصوليا، كمان اختيار مزبوط، ما بياثر كثير على الطعمه، ما بياثر نهائيا على الطعمه. مثل ما ذكرت انه التفاح لحطه باخر مرحله من بعد ما تغلي من 6 ل 8 دقائق. نجيب بنغطي الطنجره منخليها تغلي من 6 ل 8 دقائق. بهيدا الوقت مشاهدينا منزيح نحن التفاح على جنب ومنقطع البصل والثوم الناعم مشان نقلي الرز. التفاح مثل ما ذكرت انه فينا نستعمله لاكثر من اختيار، فينا اليوم صار في عصاير، في بوزة بالتفاح، جميع الحلويات موجوده مثل الابل باي، الابل تارت، هودي كثير معترف فيهم بالمانيا، عندهم الابل شترودل اللي بتنلف بالفيلو بيستري كمان مشهوره كثير، بتتقدم مع فانيلا ايس كريم. نحن هلا عم نحاول ندخل التفاح بطبخات رئيسيه مشان الولد وكل افراد العائله يستفيدوا من التغذيه ومن أكل التفاح غير أنه بس حبة فواكه. هلأ نحن هون مثل ما شفنا بلشت تغلي التفاح. يعني نحن شوي بالمطابخ العربية في بس أكتر شيء شمال أفريقيا وخاصة بلاد المغرب اللي هن متعودين على خلط الفواكه بالأطباق طبعاً، بس هي فكرة كتير مزبوطة مش فكرة غلط، وتضارب الطعمات صار كتير تريند هلا ومعترف فيه، انه نضرب المالح والحلو والحر كله بنفس الطبق بس يكون اكيد بالانس تيست، يعني يكون متعدل من جميع الكميات والنواحي. مثل ما لاحظنا حطيت انا اليخنه كلها نفس الكميه وتفاح بس مقدور تفاحه، يعني حتى الطماطم كان اكثر من التفاح، فاصوليا اكثر من التفاح، اللحمه اكثر من التفاح. التفاح هو لينكهها بس وليزت، يعني ليدوب فيها ويعطي هالطعمة الحلو لشوي صغيرة مع اليخنة وبتصير صحية جدا. هلا رح نقطع البصلة ناعمة لقلي الرز مع البصل والثوم. فيكن تقدموها مع ماش بوتيتو، في بلدان تكلها بالخبز، في نقدمها مع رز بالزعفران، مع رز، يعني اي انواع من الرز. انا رح اقدمها بس مع رز ابيض مسلوق مقلى مع البصل والثوم. البصل والثوم كمان في كتير فوائد عاليه.
هلا صار عندنا البصل، ناخذ عرسين من الثوم، كمان نهرمهم ناعمين. بدي اعطي معلومه لست البيت، كثير الثوم مهم انه نهرمه بالسكين مش ندقه بالجرن. الثوم لما يندق بالجرن بروح منه الخوالص وبروح منه الطعمات والفيتامينات والصحه. لاي طبق بدنا نعمله انا بفضل انه عطور الثوم ينهرم على السكين بكسم انه ما نخسر النكهه تبعه وفوائده. هلا مثل ما شفنا هيدي اليخنه الفاصوليا، هلا نشيك اهم شيء اللحمه تكون استويت. مثل ما عم نشوف اللحمه دغري استويت معنا، هلا منضيف التفاح ومنخفف النار لمده دقيقه. التفاح ما بنخلطه فيها، بنضل على الوج بهالطريقه. انا استعملت تفاح واشنطن الريد ديليشز اللي هو كتير مقرمش وسكريته مقبوله، في سكر بس مش مثل الجولدن ديليشز. مثل ما لاحظتوا مشاهدينا الكرام انا حطيت التفاح على الوجه لانه ما بدي اياه يهلط وهو ينخلط ويصير مشت، يعني ما بدي اياه يهلس بقلب الطبخه، بدي اقدمه يقرش. لانه التفاح فينا ناكله ني، فينا ناكله نص طبخه، فينا ناكله نص سلقه، بقى انا بدي ضل قرشته فيه وفوائده فيه ويكون كتير جيد للزينة. مشاهدينا بنرجع بنفرجيكم الطبخة كيف هلا عم تغلي مع بعضها من بعد ما انا شيكت انه اللحمة استوت، ضفت التفاح على الوج تما يهلط معها. المميزات بالريد ديليشز ابل كل تفاحة فيها 10 بذور سوداء. هلا شوي المستغرب من السؤال انه ليه عم بذكر البذور؟ التفاح تعار سعلات الحراريه تبعه حسب عدد البذور فيه. هي كل تفاحه بتحتوي على 80 كالوري. كل تفاحه حمراء، يعني لكل اللي عم يعملوا حميه ويهتموا باجسامهم التفاح كثير مهم باي طريقه. رح نحركها شوي صغيره بس بكسم انه يضل التفاح على الوجه. مثل ما شفنا المرأة عقدت وصارت سميكة، يعني بعد أقل من 30 ثانية نحن فينا نطفي تحت النار وتصير جاهزة للتقديم. بدي أذكر معلومة أنه شجرة التفاح بواشنطن بتعيش مثل ما ذكرت أول شيء أنه هي من جيل لجيل، كمان شجرة التفاح بتعيش أكثر من جيلين ثلاثة، بتعيش لمئة سنة شجرة التفاح. وأول ما تنزرع بتضل أول 5 سنين ما بتعطي أول ثمرة، بتعطي أول ثمرة بعد 5 سنين، وتلقيح التفاح بيصير عبر النحل. هلأ صار عنا طبختنا جاهزة. لح أنا هلأ شيلها على جنب، وبهيدا الوقت رح بلش بالرز. مثل ما ذكرت انا سالق الرز قبل مشان نربح وقت. كمان رح نحط نقطتين من زيت الزيتون. نفس اليخنه اللي سويتها لكل العالم اللي هن هلا شوي نباتيين وعم بيشجعوا البلانت بيز والحفاظ على الطبيعه والهيدا، نفسها فينا نطبخها بنفس الطريقه بس من دون ما نضيف لحم. يعني فينا نعمل يخنه الفاصوليا مع التفاح الاحمر، تفاح واشنطن، وبتطلع كثير طيبه وفيها اغذيه وبتكون لك فيجن لانه ما استعملت فيها شيء انا من الحيواني الا اللحم القطع. يعني اذا بنقيم لحم القطع هي بتصير لك بتصير فيجن ديش اللي هلا كمان صارت العالم تتعرف عليه اكثر بعالمنا العربي وعم تلتجئ شوي صغيره لاشياء النباتيه. زيت الزيتون لهلا قلي. البصل والثوم. نحن وعم نقلي البصل والثوم ليحمر شوي صغيره قبل ما نقلي الرز،
بدي أعطي معلومة أنه يتواجد بالعالم وبأمريكا خاصة أكثر من 2500 نوع تفاح. يعني إذا أنا اليوم ابتديت أنه أكل الريد ديليشس تفاح بدي أكثر من 20 سنة لدوق 7000 نوع من التفاح. مثل ما شفنا هلأ حمص البصل والثوم، منجيب الرز المسلوق. أنا العامل بس لكمية صحن واحد، بدي ركز على هاي المعلومة للعالم اللي عم تعمل دايت أو أكل صحي. الرز كتير فيه انرجي، يعني ما فيك تاخد انرجي إلا من الكاربز. في بعض العالم اللي بتعمل دايت بيقطعوا الكاربز نهائيا وبروحوا على الجيم وبصيروا يستعينوا ببعض الاشياء الكيماويه. بقى الرز كتير بيحتوي على طاقه، يعني وجبه الرز بالنهار كتير مهمه، او اي وجبه من الكارب، يعني يا بطاطا يا خبز كتير مهم ناخذ هالوجبه بالنهار لو كنا عم نعمل حميه ذاتيه وبدنا نخفف وزننا. خلينا نعتمد الرياضه وخلينا نعتمد الاكل الصحي لتخفيف وزننا مش على الانقطاع عن بعض الاصناف. كتير جسم الانسان بحاجه لكل شيء ربنا خلق لنا اياه، يعني الرز، الفيتامينات، البروتين من اللحم ومن الحبوب، الحديد، كل شيء مهم لجسم الانسان، ما فينا نقطع اي نوع على حساب جسمنا. هلا الرز مثل ما شفنا تقلى، صار عندنا الرز جاهز واليخنه جاهزه. هلا صار عندنا وقت انه نسكب الطبخه. اوكي هلا رح نسكب الطبخه، واليوم رح اتبع شوي طريقه جديده غير المعتمد عليها. لكل السنوات الماضيه كنا نشوف، ومنهم انا، كنا نحط الرز بالكاسه ونطب الكاسه ونرجع نحط اليخنه حواليها. انا اليوم لعامل الطريقه العكس، لحط الكاسه فاضيه واسكب الرز على جنب الكاسه بهالطريقه. منقيم الكاسة أنا هيدي الطريقة لأنه بدي اسكب اليخنة بالنص على الصحن مباشر. عنا هيدي اليخنة منقيم، وعم نشوف الفاصوليا، اللحم، ومنرجع مننقي قطعتين من التفاح وقطعة من اللحم على وجهها. نزيد بعد قطعة من التفاح. وجبة غنية كتير بالبروتين وبالفيتامينات. مثل ما شفنا التفاح بعده محافظ على لونه، بعده بيقرش، شكله كتير حلو وطبق كتير صحي. وشكرا لكم، ومنشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله.